المحلاية تكفي 6 أشخاص. المقادير 1 كيلوغرام أو 4 كوب حليب زائد 100 ميلي أو نصف كوب إضافية، 100 جرام أو كوب نشاء أخضر طازج، سكر حسب الرغبة، سنة مسكة مطحونة مع نصف ملعقة صغيرة سكر، 50 ميلي أو ربع كوب كريمة سائلة للطبخ. للزينة 6 ملاعق طعام كريمة مخفوقة، 6 ملاعق طعام فستق مجروش ومحمص، 6 ملاعق طعام لوز مبشور، و6 حبات بندق. طريقة التحضير: نضع كل الحليب في طنجرة على نار متوسطة، نخلط في وعاء 100 ملي حليب والنشاء حتى يذوب النشاء. بعد أن يغلي الحليب نضيف إلى الطنجرة السكر والمسكة مع التحريك المستمر حتى نتأكد من ذوبان السكر، ثم نضيف كريمة الطبخ مع التحريك، نتأكد من ذوبان مزيج الحليب والنشاء، ثم نضيفه إلى طنجرة الحليب ونغلي المزيج لمدة 5 دقائق مع التحريك المستمر. نسكب المزيج في أوان فردية ونتركها ترتاح لمدة ساعة بدرجة حرارة الغرفة، ثم ندعها ترتاح في البراد لمدة ساعة أخرى. نزين المحلاية باللوز والفستق والكريمة المخفوقة والبندق.